السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الأول من سورة المطففين من الآية 18 إلى 28. هنا أردد الكلمتين الآتيتين حتى أفرق بين نطق حرف الضاد والضاد. ينظرون نظرة. أردد الكلمتين الآتيتين حتى أتقن نطقهما. هنا ننتقل مباشرة إلى المعاني الكلمات. هنا عليين معناها مراتب عالية في الجنة. الأرائك هي الأسرة. نظرة النعيم وهي بمعنى البهجة والسرور. رحيق مختوم وهي بمعنى شراب لذيذ نقي. تسنيم بمعنى عين في الجنة. عين في الجنة. هنا أتدبر الآية وأستنتج. طبعا هنا الاستنتاج هو هنا الاستنتاج في وجوههم نظرة النعيم. في وجوههم نظرة النعيم. في الآية الثانية يسقون من رحيق مختوم. في الاستنتاج الثالث على الأرائك ينظرون. هنا على الأرائك ينظرون يسقون من رحيق مختوم في وجوههم نظرة النعيم. ليكون من الأبرار فإنني أنافس في ماذا؟ في عمل. أنافس في عمل الخير. عمل الخير وعمل الصالحات والعبادات. هنا قال الله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تأمل الرسومات الآتية ثم اكتب ما تدل عليه في صورة التنافس. بيت الجيران أن يحترق، يجب أن أساعدهم. هنا مساعدة الآخرين عند وقوع المصائب. هنا مساعدة الآخرين. في الصورة الثانية مواطنا يشق طريقا بجهود ذاتية ليسهل على الناس الحركة في القرية. هنا عمل الخير. لقد فزت بالمركز الأول أو فازت بالمركز الأول على مشروع محو الأمية أبناء قريتها. هنا عمل مشروعات الخير. هنا مشروعات الخير. في الصورة الرابعة وهي تقديم دروس العلم. تقديم دروس العلم. أفهم قول رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحفظه. طبعا هذه من المحفوظات. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طبعا هنا أصلي صلاة تحية المسجد وهنا لا أصلي صلاة تحية المسجد.
في هذا السؤال ضع عبارة صح أمام العبارة الصحيحة. طبعا حكم تحية المسجد فريضة، هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. صلاة تحية المسجد 3 ركعات، ركعتين. اقرأ في تحية المسجد الفاتحة وسورة وسورة. هنا الإجابة صحيحة. أجب شفويا، أبدي رأيي في الموقفين الآتيين. ترك هاشم تحية المسجد لأنها ليست فريضة. طبعا هنا تصرف خاطئ لأنها سنة مؤكدة. في السؤال الثاني، دخلت أسماء المسجد وجلست قبل أن تصلي تحية المسجد ظنا منها أنها خاصة بالذكور فقط. هنا أوضح لها أن السنة خاصة بالرجال والنساء أيضا. وهنا أقول شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وأيضا أتمنى الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على